وزار الرئيس حامية منقباد وفتش القوة وأعجب بمظهرها العسكري الرائع. ثم استعرضها وهي تسير في نظام بديع يدل على مدى ما بلغه الجند المصري من روح نظامية عالية في عهد التحرير. وزار بعد ذلك نادي الضباط وأحاط أبناءهم بعطفه المأسور، وقصد إلى المستشفى ووزع على المرضى الحلوى، ولم ينس القائد وهو في منقبات جنديا استشهد في أول حركة التحرير، فتوجه إلى قبره ووضع إكليلا من الورد وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، ثم قصد إلى منزله فقدم العزاء لأسرته ومنحهم مبلغ 500 جنيه وهيأ لإخوة الفقيد عملا. وزار الرئيس بعد ذلك الكلية الأمريكية، واستمع إلى كلمة عميدها الذي رحب بالقائد وأشاد بجهاده في سبيل الحرية. وفي المعهد الديني استقبله شيخ المعهد وأساتذته، وخطب الرئيس قائلا إن البلاد تعقد آمالها على رجال الدين، فالنهضات تقوم على بناء أساسه الأخلاق، والأخلاق رسالة الأديان. وفي الطريق إلى المنيا خرجت بلدة دير مواس تتقدمها أسرة الأستاذ حسين أبو زيد وزير المواصلات لتحية الرئيس، ووصل القطار إلى بلدة المعصرة التي اصطفت في نظام رائع. لم يسع الرئيس حين رآه إلا أن ينزل من القطار ويحيي الأهلين، فشكروا عن القرية اللواء محمد الباجوري وكيل وزارة الداخلية. وفي المنيا جل الاستقبال عن كل وصف، فلم يكن ذلك استقبالا وإنما هي إرادة قائد وشعب هب يقظان يحرر نفسه ويحرر وطنه. إن 600,000 مواطن أو يزيدون خرجوا لاستقبال الرئيس وصحبه الذين انضم إليهم في المنيا البنباشي أنور السادات والصاغ عبد الحكيم عامر. لم يدع أهل المنيا وسيلة من وسائل الترحيب إلا اتخذوها وعبروا عنها بأبلغ عبارة وأكرمها. مطرانية الأقباط بالمنيا حيث استقبله أبناء الطائفة بترحيب بالغ. وصل الركب سيره إلى مبرة محمد علي حيث واسى الرئيس المرضى ووزع النقود والحلوى، كما وزع الأقمشة على المحتاجين، وشمل بعطفه وعنايته المستشفى الأميري.
توجه بعد ذلك إلى دار الغرفة التجارية بالمنيا، حيث افتتحت الدار الجديدة، ولم تدع الجماهير موضعا لقدم في طريق الموكب. وقصد الرئيس محطة فحص البذور، حيث استقبله الدكتور عبد الرزاق صدقي وزير الزراعة، الذي طاف معه لمشاهدة عمليات المحطة وأقسامها. وفي المعهد الديني كان الاستقبال زاخرا بالوفاء، وألقى فضيلة الشيخ الباقوري كلمة قال فيها: إن الله هو الذي مكنك من قلوبنا فجعلها لك ووقفها عليك، لأنه أحبك فحببك إلينا. ومضى الركب إلى سملوط لزيارة إسطال، التي أنجبت الصاغ عبد الحكيم عامر، أحد رجال الثورة الأحرار. تجمع الناس على طول الطريق وفي القرى المؤدية إلى إسطال لحب بالرئيس وصحبه الأبرار. وفي إسطال تناول الرئيس وصحبه الغداء، ثم قام بتوزيع 2000 جنيه على 127 أسرة من حصيلة الضمان الاجتماعي. واصل القطار سيره بين مظاهر الحفاوة البالغة حتى وصل إلى بني سويف. وفي بني سويف خرجت الجماهير في الطرقات تهتف من أعماقها بحياة البطل العظيم وأصحابه البواسل. زار بعد ذلك مصانع إسلام، تفقد أرجاء المصنع وأنواع النسيج، واطمأن على شؤون العمال الذين انطلقت ألسنتهم بالدعاء له. وغادر الرئيس المصنع في موكب شعبي رائع يخترق شوارع المدينة التي زينت بأعلام التحرير وقامت بها أقواس النصر، بينما كانت شرفات المنازل تعج بالجماهير. وصل الرئيس وصحبه إلى مبنى مديرية بني سويف، حيث اجتمع بشعب المديرية. وهناك ألقى البنباشي جمال عبد الناصر خطابا جاء فيه: لم يحدث في التاريخ أن ثورة قامت دون أن تستحم بالدماء وتستند إلى التحطيم والتدمير إلا ثورتنا البيضاء، فقد كان شعارها ولا يزال منذ بدئها إنكار الذات. وعاد الركب يحف به المواطنون من أهالي بني سويف، حيث استقل الرئيس القطار إلى الوسطى. وما أن وصلها حتى توجه بين الهتافات إلى مسجد التحرير، فأدى فريضة الجمعة مع المؤمنين، ثم زار معهد تحفيظ القرآن فشكر للقائمين عليه جهودهم في سبيل الدين، وهو أساس الأخلاق. ووصل القطار على بركة الله
إلى محطة القاهرة، وكان دخوله غزوا لقلوب الناس كما كانت رحلته في الصعيد غزوا لقلوب أهل الصعيد. لقد اجتمعت مصر كلها على رأي واحد، وهو الثقة المطلقة بقائد الثورة محمد نجيب والسير من ورائه في سبيل معركة الوطن الكبرى.